ليلى لحود رشدان، وسؤال الأول عندك، كنا نحكي قبل عن كيف نضعف حالنا، عن الشيخوخة، عن الزهايمر إلى آخره، ولكن اليوم هل في شيء ممكن نعرف نحن من الأشخاص يلي ممكن يصابنا الكانسر؟ في شيء هيك؟ في بالوقاية، وقاية السرطان أكيد صارت، صرنا نعرف شو لازم ينعمل. رح نحكي عن سرطان الثدي يعني بالأخص، ولازم نفهم بالأول شو العوامل يلي بتزيد الاحتمال، احتمال الإصابة بسرطان الثدي، تنعرف كيف بدنا نعمل وقاية. في القواعد العامة، وفينا نحكي كمان في القواعد يلي بتختص بكل شخص، يعني بكل سيدة شو لازم تعمل بالتفصيل. أول شيء عامة يلي بيزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي هن أكيد تقدم العمر، يعني مع العمر بيزيد الاحتمال تلقائيا. علاج بالهرمونات لسن اليأس، البدينة من بعد سن اليأس كمان بتزيد الاحتمال. وقت الجسم بيتعرض للأستروجين، للأستروجينز، يعني مثل إذا ست بتحبل على عمر كتير متقدم، أو إذا ست بلغت على عمر كتير بكير، أو تأخر سن اليأس تيوصل، يعني الفترة اللي بيجي فيها كتير أستروجينز على الست بيعرضها أكتر لأمراض لسرطان الثدي. وفي كمان العوامل الوراثية، هلا اكيد الكحول والتدخين بنعرف انه بيزيد الاحتمال لكل السرطانات. العوامل الوراثية كمان بتدخل هون، اذا بالعائلة في كمان سرطان الثدي تلقائيا رح يزيد الاحتمال. هيدا عم نحكي عامة. وفي شغلة كتير مهمة، لازم نفرق بين السرطان العائلي والسرطان المتقطع، يعني sporadic versus familial cases، لانه في فرق كتير. صرنا نقدر نعرف نحن على ليفل الدي ان اي شو بدنا نفتش على ميوتيشن حتى نعرف اذا هالاحتمال كثير عالي ولا مقبول. يعني هيدي عامة. وفي شغله كمان بعد كثير مهمه، انه كل سيده تعرف حالها هي بخانه الاحتمال وين، يعني low risk احتمال الخفيف، moderate risk يعني الاحتمال المعتدل، او الهاي ريسك. هون نحن لانه حسب وين بتطلع اكيد عند الطبيب المختص، وحسب الاشياء كمان فينا نحكي عنها، بنقدر نعرف شو لازم، كيف رح تتم المعاينه، كيف رح تصير بعدين تتابع كرمال تخفف احتمال الاصابه بسرطان الثدي. اكيد الرياضه لها دور كثير مهم، والاكل الصحي كمان بيدخل له دور بسرطان الثدي. قديش كنت عم بقرا ارتكل، بتعرفي من بلش شهر التوعيه بلش الكل يحكي فيه وكل المواضيع بتنطرح، اكثر شيء كانوا عم بيحكوا عن الرمان. الرمان لانه في بقلبه انتي اوكسيدنتس، كل شيء فيه انتي اوكسيدنتس مثل الرمان، التوت، الخضره والفواكه الملونه، هيدا بيساعد لحتى ما يصير في تكدس للمواد المؤكسده لحتى نحارب الخلايا السرطانيه. اكيد الرمان بيساعد، وكل الاطعمه او التغذيه اللي فيها يلي عاليه بالانتي اوكسيدنتس. واذا بدنا نعمل وقايه يعني لحتى نحمي حالنا من هالمرض، شو لازم نعمل؟ هلا في شيء الكشف المبكر، هيدا كلنا صرنا نعرفه، بس حتى نقدر نعرف كيف بدنا نتوقع مزبوط، بدها تعرف حالها السيدة بالأول إذا هي مخولة إنه تعمل الفحص الجيني، يعني جينيتك تيست. كيف بنعرف؟ في أربع عوامل بيقدروا يقولوا لنا إذا هالسيدة لازم تتجه عند الطبيب المختص ويتم تحليل لاحتمال الإصابة بسرطان الثدي. أول شيء، أول عامل هو إذا في إصابات سرطان بالعائلة. ولازم نفهم شغلة، إنه بهمنا نعرف الأشخاص المصابين هي شو صلة القرابة، يعني في first degree، second degree، و third degree. إذا الأخت والبنت والأم يعتبروا صلة قرابة من درجة الأولى، درجة الثانية معناتها الست أو بنت الأخت، يعني second degree، وفي third degree يعني يلي أبعد. بحالات بيكون في اصابه، يعني اصابه سرطان ثدي تحت عمر الأربعين، لو شخص واحد بالعائله، السيد يعني كل السيدات بهالعائله ضروري يتجهوا عند الطبيب وينعمل اسسمنت للريسك. اذا في حالتين عند درجه اولى او درجه ثانيه على حيال العمر كمان نفس الشيء، او اذا اكثر من حالتين عند درجات ابعد كمان، هالاشخاص كلهم يعني بالعائله الستات لازم يتوجهوا عند الطبيب لينعمل ريسك اسسمنت. هيدي اول عامل. ثاني عامل، اذا بالعائله في رجل مصاب بسرطان الثدي، اوتوماتيكلي كل الستات لازم يعملوا هالريسك اسسمنت.
وثالث عامل هو اذا كان قد نسبة اصابة الرجل كثير قليلة. قليلة كثير كثير قليلة، بس وقتها بيكون موجود بيكون اجمالا هذا السرطان عائلي وبيكون كثير اجريسيف. ثالث عامل هو اذا في اذا موجود حالة سرطان مبيض بالعائلة عند اكيد درجة اولى او درجة ثانية، لازم العائلة كلها كمان تتجه تعمل فحص الجيني والاسسمنت والفحص الجيني لسرطان الثدي. ويعني هولي اهم عوامل، اذا في عندنا هالحالات ضروري انه نتجه ينعمل ريسك اسسمنت، وحتى الست تعرف حالها كوقايه مش بس عامه شو لازم تعمل على صعيد الجينيتك تيستينج. استضفتي هيك حالات؟ اكيد بيمرق حالات، واكثر شيء الاشخاص يلي بالعائله يعني عاشوا مع شخص مصاب بسرطان الثدي، وحتى في كمان اوقات ما بتكون فاميليا الكيس، يعني بتكون في العمه او حدا كثير بعيد عنده سرطان اجى على عمر متقدم. بيجي كثير اشخاص بيكونوا شافوا هالشخص عم يتعذب او فقدوه، بيجي بتجي الست عتلانه هم بدها تعرف حالها اذا بتقدر تاخذ الادويه للعلاج بالهرمونات او اذا احسن توقف أدوية منع الحمل. يعني لازم واحد يعرف أنه بالpreventive medicine هلأ صار في كل شخص نحن بناخده كحالة لوحدة، نقدر كل يعني كل سيدة لوحدة هي حالة لوحدة، ما في عنا بس طرق يعني طريقة نستعملها للكل، كل شخص حالة لوحدة حسب شو صاير، شو بتاخد أدوية، شو نمط الحياة، شو في بالعائلة. بتابعوا أو بتابعوا غذائيا مع مريض السرطان؟ هلا الغذاء ما بينت الدراسات انه الغذاء لوحده بيقدر يلغي يعني يلغي حدوث مرض السرطان. الغذاء الصحي بيساعد انه نخفف الاحتمال، بس ما في دراسات فرجت انه الغذاء لوحده هو كعلاج او كطريقه انه نوقف حدوث السرطان. بس اكيد بالغذاء لازم ننتبه انه يكون في اوميجا 3، يكون في عندنا فوليك اسيد، ويكون في عندنا مثل ما حكينا قبل مغنيسيوم والانتي اوكسيدنتس. هولي اهم اربعه يعني لازم يكونوا موجودين بالغذاء كرمال نخفف من حدوث سرطان الثدي، وبيطبق هذا الشيء على بقيه السرطانات كمان مش بس على في دراسات يعني عم تحكي او بتتحدث عن اسباب هيك عم بينتشر بسرعه وبكثافه عند اعمار صغيره. نحن بلبنان بالنسبة للغرب المعدل بيجي قبل 10 سنين، يعني عنا 50% من الحالات تظهر على عمر تحت 50، بينما بالغرب 20-30% من الحالات تظهر تحت عمر 50. يعني نحن عنا بالحوض البحر المتوسط عنا نسبة أعلى من سرطان الثدي، ولذلك لازم نشتغل أكثر على الوقاية ولازم نشوف على بكير، يعني غير الكشف المبكر كمان نزيد التوعية على الوقاية، على توقيف التدخين، على العلاجات اللي بتتاخد اللي معقولة يعني بتتأثر على الخلايا السرطانية اللي موجودة. كل شخص كل سيدة هي حالة لوحدها، ضروري تتجه عند الطبيب المختص وتعرف حالها هي وين بخانة الاحتمال الإصابة بسرطان الثدي، حتى بدل ما ننطر للأوقات في حالات بدل ما ننطر للأربعين تنبلش نعمل صورة الأشعة، في حالات تتطلب أنه على عمر 30 نبلش إذا موجود واحدة من ثلاثة جينيتك ميوتيشنز لهم علاقة بالفاميليال بريست كانسر. بعد شيء لازم نقوله للمشاهدين عن هالموضوع؟ أهم شيء أنه ما يكون في خجل عند الست ويكون في متابعة مع طبيب مختص، وكتير مهم كمان مش بس نتكل على صورة الأشعة، لازم يتم كمان الفحص، يعني هي السيدة تتعلم تفحص حالها، وأوقات بدها تطول بالها لأنه ما بتطلع النتيجة كتير هينة، في كتير حالات بيطلعوا بالجري زون، سو منا كتير سهلة الخبرية، لازم نعمل وقاية ولازم كمان نتبع الكشف المبكر. شكراً دكتورة ليلى لحود رجدان، مشاهدينا متابعة بعد الفاصل.